تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وانطلاقا من ونظم هذا المعرض انطلاقا من الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية. كانت مجموعة من مشاركات من جميع الحرف، مشاركات فعالة، عروض جميلة، ونتمنى بأن هذا المعرض عنه يعود يوم أسبوعيا أو شهريا أو سنويا، يعني دوريا، لأنه معرض يشهر فيها الصنع التقليدي. بالنسبة للصناعة التقليدية أو الخياطة التقليدية إن صح التعبير، فهو ميدان غني عن التعريف، فيه ابتكارات، فيه مجموعة من الأشياء، مثلا اللي كان جدوها كيف الدراعة، يوميا كان جدوها. نشوفه انطلاقا من بالنسبة للخياطة التقليدية، كنمثلوها في الدراعة كيف ما كتشوفوا. هاي الدراعة كان جدوها انطلاقا من أفكارنا وانطلاقا من اللي كنشوفوا في الحياة اليومية. الدراريع ماهم سياني، فيها الغالية، فيها الرخيصة، فيها الثوب الزين، فيها الثوب العادي، فيها الثوب ميان، وأثمنتهم اللي مرتفعة بالنسبة نوع من البازار اللي هو ثوب زين، تلحق فيه الدراعة 2000 درهم فما فوق، وكاين دراريع اللي رخاص كيف 500 درهم 600 درهم 400 درهم، ذاك على حسب الزبون. شاركت في هذا الأسبوع معرض ديال الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية بمنتوج ديال الجمعية اللي هو كسكس. عندنا نوعين من أنواع ديال الكسكس، عندنا هو كامل كسكس خماسي، 5 أنواع ديال الدقيق، غير كاين نوع معدل لب أنواع الدقيق، وكاين نوع خالط عليه الأعشاب. وكان عندنا على عينات كسكس رقيق على حساب السفة، وكسكس غليظ شوي على حساب التسقية. نشارك اليوم في هذا الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، وقد تم افتتاح هذا المعرض اليوم بحضور السيد الوالي والوفد الذين معه، وقد كانت المشاركة نعدوا الحلويات، عندنا نحن العيات مشتركات، نعدوا الحلويات، نوجدوهم، نعدلوا هذه العينات من كاملة، هذا البطبوط وهي الحرشة والبيتزا والبسطيلة ومسمن كرواسة، وهاي العينات الثانية اسمها، وهذه مسكوتة، هاي نوعها، هاي الأنواع كاملة الحمد لله نعدلهم. مهتم بزينة المرأة، كل ما هو يزين المرأة وكل ما هو مهتم بزينة المرأة، وهذا المعارض بالنسبة لنا يعني انفتاح للتسويق وترويج المنتوج. نحن نهتم بهذا النوع من الضفاير، يعدلوه الطفيلات الصغارات، وهذا يعدلوه العرايس عقب العرس، يدير ذا النوع من الضفاير، وهذا النوع من الحلي كامل مهتم بزينة المرأة. كذلك البخور اللي صاحب مصنوع لا من مواد تقليدية زينة والله، والرشوش والدهن البيضة والكحلة وكل ما هو يهم المرأة الصحراوية بصفة خاصة وبصفة عامة، المرأة كاملة زينة المرأة كاملة والله. ومرحبا بكم، سهلا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المعرض يشكل الصناع التقليديين، معرض زين الصناعة التقليدية، وكاين عادة المنتوج، وكيدير تبادل بين الصناع التقليديين الحرف، والتعاون بين الصناع التقليديين وبين المجتمع المدني اللي هو مشارك معنا. وكنشكر وزارة الصناعة التقليدية اللي قامت بهذا الدور، دور صراحة تحسد عليه صراحة، معرض في المستوى وفقت مولي في المستوى، معرض زين الحمد لله. زين تبارك الله، وكبير فتبارك الله، وخلقه ياسر فتبارك الله، وطارحين فيه مسائل ننتجوا كلها تعاونيه، طارحين فيه مسائل تنتج كيف البخور، نعدلوه تقليدي طبيعي من اعشاب طبيعيه، ما كيتار العود الغماري وتدكت والرشوش، انواع العطور، ومعدين المسك مولي من انواع مولي نوع ثاني من الاعشاب ثاني يرتش عند البخور، وعندنا الرشوش، ونعدلوا المسائل كيف ركاتيه الحمل بلي، هذا نعدلوهم مولي كيف ما شتو الحمل بلي والذروه مولي نصنعوها احنا، نجيوها نجيبوها ونعدلوها نزقروها، نعدلوا منها الودك ونعدلوا منها وذاك الودك نديروا فيه الحمويه بس، وعود نقولوا له الخليع
والتمر هما اللي ولودك هما اللي الذرو تلبل هما اللي خلطهم هما اللي راعين كيما شتوهم والعلك المعلب هما اللي علك الطلح يجي هون البديه نعلبوه ونعاودو نبيعوه وكمون الرق وتغي زينه في المعيدة وتاج ماخذ زينه في الدسومه كوسترا ونعدلو هما اللي عطر الديار بخور رشوش للديار يعدل نعقب ذوك العشوب ونديرهم هما اللي في انواع من الامساك تعود ما يمتينا حتى ومنين يعود رقاج جافه في الدار يعود رش به لكي تصيغ التالي كي سان كروه هو طبيعي شيء طبيعي ونعدل ياس المسال وعند الكحله الطبيعيه كيف ما شفتوها راعيهم في الجلد معدله في الجلد كحله طبيعيه معدله في الجلد جلد الماعز ملوي مدبوغ وملويه فيه هي لا كحله طبيعيه ونعدلوا خلطه ماسكات العليات شي يدهنوا بهما الطافيلات العيات ما يسوى عن ذات خالي من ذا هو هاك ونعدلوا حلوه الجلد مولي كيما شفتوها راعي حلوه الجلد نتفوا بها العليات ونعدلوا ياسر